عندما نذكر مولد الحبيب عليه الصلاة والسلام يتبادر إلى الأذهان الفنان المادح المرحوم محمود عبد العزيز. تتقاطر الدموع على المآقي في موكب رحيل الغمام. رحل عن دنيانا وحمل معه خفقات آلاف القلوب التي ساحت في ميادين محبة الحبيب المصطفى صلى الله على حضرته وسلم، والتي كان حاديها إلى أرجاء المحبة والتعظيم. رحل خدام النبي، وقلوبنا تدعو له بأن ينال خدمته بإذن رب العالمين، وقربه بجاه سيدي وحبيبي رسول الله صلى الله على حضرته وسلم في جنات الخلد، ونعيم لا يزول. دموعنا لا تجف، ولكن لا نقول إلا ما يرضي الله. العين تدمع والقلب يحزن، وإنا لفراقه لمحزونون. محمود عبد العزيز كان إنسانا قبل أن يكون فنان. الحديث عن محمود عبد العزيز لا يتوقف، ولكن نتمنى منكم له الدعوات الطيبات بأن يكون مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. دعونا نقف دقيقة لنتلو الفاتحة على روحه الطاهرة. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وآله. الإخوة في منظمة المبادرة الخيرية في إذاعة تعظيم المصطفى، تحياتنا لأبونا الشيخ خالد شيخ عامر، تحياتنا لأبونا الشيخ محمد شيخ عبد الرحيم عبد الله الطاهر أبو بكر الصديق أمنا سامية. الانطباع بالتلفون من خلال إذاعة أو من خلال جهاز اتصالي أو جهاز بس. عندها الناس كلها قاعد تسمع، في وجوههم في فرحة في روحانية. قل لكم جعلكم الله جنودا جنودا تحوز عن النبي وزود عنه، ويا ريت ويا رب ان احنا لو كنا في عهد ذاك كان مرقنا بنشوف انه وزودنا عنه. الحمد لله ربنا تحياتنا كلها لرياضة الكوثر، العاملين موظفين موظفات، تحياتنا لكم من خلف الكواليس. اخواننا هنا في البيض، اخواننا في مدني، وبنحبكم يا اخواننا، وبنحب الرسول. الرسول علمنا نحب الناس صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاه والتسليم، عليه الصلاه والتسليم، عليه الصلاه والتسليم. بركاتكم معانا وبركات الرسول، والرسول معانا في حته، والبريق معانا، والقبب معانا، والشيخ خالد معانا، وكل الشيوخ وكل الناس، ونشلتونا من الظلمه إلى النور. والحمد لله وربنا قدرنا على جهازكم وقدرنا على جهاز سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه كان همزة الوصل ربطت بيناتنا وبين الرسول. السودان كله أكثر بلد يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. يا مغارس الرسم في الدنيا شرق غربي، حتلقي شعبنا بالاسم أكثر بلد حب النبي. قول يا لسان الدنيا قول، خلي الكلام يوصل وصول. الناس دي بتحب النبي كلنا، محمود مدني، السودان، العالم العربي، كل مسلم. شكرا لكم كثير، شكرا لكم كثير، شكرا لكم كثير. ولا إله إلا الله محمد رسول الله.
صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. شكرا جزيلا. تحياتنا محمود عبد العزيز خادم الرسول. احبك من قلب دامي، اشوفك ديما قدامي، اجيك ساير بقدامي، تقول محمود ده خدامي، انا خدام الرسول صلى الله عليه وسلم. شكرا جزيلا. عاشق دمعه في قبلة محمود يرقى ويدعلة. محمود غادر الفانية، ذهب لدارنا التانية، دار للكريم حانية، يا رفي جنان دانية. محمود يلمدح طاها والناس يبكوا بالآها، خالد للأنام باها، جنازتك غاية في جاها. محمود الكرم خمجان، محمود الذهب مرجان، محمود المدح مجان، محمود هي جلاشيان. محمود يحتفل سنوي بيوم المولد النبوي، محمود شعبي ما صفوي، يخاطب الرعوي والخلوي. محمود ما غريب حول في يوم الربيع أول، محمود من زمن طول وليد المولد المول. محمود فزت بالجائزة، محمود يا ولد فائزة، جنازة شعبي ليك مائزة، وروحك بالرسول لائزة. محمود في الشباب السر، ومحمود أنعش الكوثر، يمدح سيدنا مدسر، وربنا للمديح يسر. محمود حجة ويدعمر، محمود داخة ويدغمر، محمود للمديح نمر، محمود للقلوب جمر. صلاة للنبي المحمود، صلاة الريد ورود وسعود، كرامة المولى بها يجود، تغطي وترغب يا محمود. اللهم صل على سيدنا محمود وعلى صحبه وسلم. هذا هو محمود عبد العزيز. الأستاذ عبد الله الطاهر، مرحبا بكم وأنتم تكرمون المادح محمود عبد العزيز في أسرته الكريمة. تفضل أستاذ عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وطبيبنا وحبيبنا المصطفى عليه أفضل الصلاة وتم التسليم، ببركة من الله وحمد وشكر أن شرفنا أن نكون واقفين في هذا اليوم البهيج، وفي هذه الليلة نعظم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في يوم مولده، مولد النور، مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وتتقاطر هذه الجموع المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم على اختلاف ألوانها وأشكالها وصحناتها، صغارا وكبارا، نساء ورجالا، كل قدم هنا ليعظم النبي صلى الله عليه وسلم.
وكان لشرف هذه المنصة سنويا أن يقف على خشباتها معظما الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الراحل المقيم خدام الرسول خدام النبي محمود عبد العزيز، يقف في هذا المكان ويمدح النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي تعود في كل مولد أن يحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم. وآخر برامج النصرة التي شهدتها معه في مدينة ودمدني قبل أن يرقد الفراش، قال لي: أريد أن أختم على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأقام لذلك برنامجين، واحد في الخرطوم والآخر في ودمدني. يقف اليوم مشروع التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذاعة الكوثر FM 92 التي أول ما صدح من خلال أثيرها مادحا للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم باقات قنوات ساهور الفضائية. اليوم تقف أسرة التعظيم، أسرة مشروع التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم، لتكرمه، لأنه بيننا بالمحبة والنصرة للنبي صلى الله عليه وسلم. تتشرف اليوم معنا أسرته الكريمة، والتي تشرفت والآن تقف بجواري لنقف في هذا التمثيل، لنقول أننا على قدر الله راضون، وأننا في مشوار التعظيم سائرون، ونحمد الله سبحانه وتعالى أن جعل هذه القلوب المحبة تجتمع اليوم لتقول يرحمك الله محمود عبد العزيز. فأنت محمود على اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت السنهوري الشريف، فليس بغريب عنك أن تمدح النبي صلى الله عليه وسلم. فإنا نقف اليوم وقفة إجلال وإكرام وإعزاز له محمود عبد العزيز. افتقدناه اليوم لأن مكانه شاغر بين المادحين اليوم، ولكنه بفضل الله، ونرجو أن يكون في الملأ الأعلى، ليس شاغرا ولكن بين الأنبياء والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا. فلم يغب عنا لأنه مدح النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يغب عننا لأنه نصر النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يغب عننا لأنه وقف مع الضعفاء وشهد سريرته وصفحاته البيضاء أرقام من المحبة والنصرة والعون للمحتاجين. فكانت صفحات نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها جميعا. نأمل ونرجو أن تتواصلوا في الدعاء له ما دمتم أحياء، لأنه يستحق أن نتصل معه بالدعاء له وبقراءة الفاتحة وتلاوة القرآن، وأن نورد له بصورة دورية، لأنه يستحق منا ذلك. لا أريد أن أطيل عليكم، ولكنها لحظات التكريم والتشريف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله وأن يقبله وأن يجعله في أعلى الجنان مع الصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقه، شقيقه مامون عبد العزيز وخاله أمين بجواري، قدموا تمثيلا لهذه الأسرة المعطاءة التي قدمت لنا شابا محبا للنبي صلى الله عليه وسلم، وشهدنا له بذلك ونحن وقوف على المواجهة الشريفة. وقال لي: ما كنت أحسب أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعونني إلى المدينة يسلم علي، وأنا على ذلك شاهد، وكنت معه في ذلك الحج. أسأل الله سبحانه وتعالى له القبول، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الجنان الأعلى، وأن يجعل لأهله الصبر وحسن العزاء. نعم، هي لحظات الحزن والأسى على هذا الراحل الذي طالما هو مدح الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فهو بيننا بالتأكيد. إذن هي لحظات تكريم لهذا الراحل الذي هو أيضا بيننا في هذه اللحظات بفنه وبمدحه وبصلاته للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. عاشق دمعه فيك بلا محمود يرغى ويتعلى، كانت هي مرسية
من كلمات أبونا الشيخ خالد المصطفى له التحية، وهو يعلم تماما أنه حينما كتب هذه الكلمات هي هدية لروح هذا الفقيد، ربنا إن شاء الله يتقبله. أما لحظات الأسى والحزن دائما تصطحبها مرسيات وكلمات حزن على هذا الفقيد، وأنا بترحم عليه وكل الحاضرين يترحموا على روح هذا المبدع. إذن هي لحظات من التكريم، وبقول محمود رحل وفجأة من جمهوره غاب، وفجأة انطفى النور المشع بالشباب أصبح يباب، وطلت الوجه النضير الليل غتاها التراب، كيف يكون بعدك طرب ما اضطرب بعدك خراب. محمود رحل، محمود رحل وكملة الأيام، وفي أجمل شهور وفي أبرك شهور ميلاد خير الأنام، يا حليلو لمن يقول وتخطر ديمة قدامي وأجيك ساير بأقدامي وتقول محمود دخدامي. محمود رحل وضح خلاص، يا حليلو عاشق الرسول، ويحليلو لمن يقول الناس دي بتحب النبي ومحمود ده بيحب الرسول. محمود رحل وخلف حزن في بحري في المزاد، وفاقدوا المشروع، فاقدوا مشروع التعريف في إذاعة الكوثر. عبد الرحيم أستاذنا عبد الله دكتور البلولو وشيخنا والسعاد. محمود رحل وفقدنا للمديح والإنشاد، ومحمود رحل ودع خلاص، أسانا في حوش الحريم وبكانا في حوش الرجال. محمود رحل ودع خلاص، يا حليل محمود، محمود خلاص فارق لدنياه ورحل ودع لجمهوره والأهل، ارحمك الله يا محمود وما بننساك، يا مدح الرسول ويا مدح النبي العدنان، سيظل اسمك باغي على مدى الأزمان وما بننساك يا محمود، ربنا يرحمه ويغفر له إن شاء الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ربنا مشيين بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وامامنا وقدوتنا وشفيعنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسالك ان تغفر له وترحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم بكل كلمه مدح فيها نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وبكل صلاه صلاها على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وبكل مدحه مدحها في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم وبكل خير قدمه، اللهم هذه الجموع وهذه القلوب تشهد له بالخير وبالمحبه وبالايمان وباليمن وبالصلاح يا رب العالمين. اللهم نشهد له انه كان منفقا، كان محبا لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسالك ان ترحمه وتغفر له، اللهم ابدله دارا خيرا من داره، واهلا خيرا من اهله، ونزلا خيرا من نزله. اللهم اعلي مقامه وارفع درجته، واقبل توبته واغسل حوبته. اللهم اعلي مقامه، اللهم احشرهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، اللهم احشره في مقعد صدق عند مليك مقتدر، اللهم احشره في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم انا نسالك ان تسكنه وترفع مقامه، اللهم ارفع مقامه، اللهم اسكنه، اللهم اسكنه يا رب العالمين الدرجات العلى من الجنة، اللهم اجعله في جوار نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نشهد له أنه قد أحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وبكى عندما دخل على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وفاضت دموعه عندما دخل على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك قلت أنك لا تجمع لعبدك بين خوفين يا رب العالمين، اللهم فقد خافك يا رب العالمين، اللهم فلا تجمع له بين خوف في الدنيا وخوف الآخرة. اللهم أمنه يوم الفزع الأكبر يا رب العالمين، اللهم أمنه يوم الفزع الأكبر يا رب العالمين، اللهم أمنه يوم الفزع الأكبر يا رب العالمين، اللهم أمنه يوم الفزع الأكبر يا رب العالمين. اللهم اسكنه فسيح جناتك، اللهم ارفع درجته يا رب العالمين، اللهم اجعله جوار نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعله جوار نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم متعه بمرافقته ومجالسته ومؤانسته ومصاحبته في الدنيا والآخرة. اللهم متعه بمجالسته ومرافقته ومؤانسته ومصاحبته في الدنيا والآخرة. اللهم إن اسمه محمود على اسم نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فاجعله محمودا عندك يا رب العالمين، اللهم فاجعله محمودا عندك يا رب العالمين، اللهم احمده بأكثر ما فعل يا رب العالمين، اللهم اقبل عنه أحسن ما عمل يا رب العالمين، اللهم ارفع درجته ومقامه يا رب العالمين. اللهم اسقه من يد نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها أبدا.
اللهم كما مدحك عبر الكوثر، اللهم اسقه غرفة من الكوثر لا يظمأ بعدها أبدا. اللهم وكما أحب قمرك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فاحشره في زمرة وجوههم كالبدر يا رب العالمين. اللهم احشره في زمرة وجوههم كالبدر يا رب العالمين. اللهم يسر حسابه وثقل ثوابه ويمن كتابه يا رب العالمين. اللهم يسر حسابه وثقل ثوابه ويمن كتابه يا رب العالمين. اللهم كل من أحبه يا رب العالمين اجعل هذا الحب فيك يا رب العالمين. كل من أحبه اجعل هذا الحب فيك يا رب العالمين، واجعل هذه القلوب التي أحبته تدعو له بخير يا رب العالمين، واجعل كل حسنة وصلاة وتسليم على النبي في ميزان حسناته يا رب العالمين. تقبل منه يا رب العالمين، ارفع درجته وأعلي مقامه يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا إمامنا وقدوتنا شفينا وحمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله أجمعين، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. ألف شكر لكل الأحباب في كل مكان يتابعون على شاشة قناة النية الأزرق. اللهم إني أسألك بمحبة حبيبك المصطفى أن تنزل الرحمة والطمأنينة والسكينة على أهل بلادي. مشاهدينا الكرام في كل مكان، الآن ننتقل لاستديوهاتنا الرئيسة بأم درمان.